صباح الخير لكم مشاهدينا. ولد المسيح، هللويا. شو هالمحبة اللي ما إلها حدود، إنه يتنازل الله ويسكن بحشا بتول ويعيش مع الإنسان كإنسان. شو هالمحبة يلي الله حملها للإنسان، ما هو خلقه على صورته على مثاله. يا ريت بهالولادة نسأل حالنا قديش نحن عم نعيش على صورته ومثاله. خلينا نقول عم نجرب نكون على صورته ومثاله. المهم نكون دايما عم نسعى لولادة جديدة بقلوبنا وبحياتنا. نكون عم نسعى لننمى بالروح بالمحبة، خصوصا بالتواضع. نكون عم نشوف عائلة الناصرة هي مثال لإلنا. وما فيني غير ما اتوقف مع رسالة قالها للبابا فرانسيس على الميلاد، بتقول: الميلاد هو أنت، الميلاد هو أنت عندما تقرر أن تولد من جديد كل يوم وأن تدع الله يدخل قلبك ويملأه. شجرة الميلاد هي أنت عندما تقاوم بعزم رياح ومعاكسات الحياة. زينة الميلاد هي أنت عندما تصبح فضائلك ألوانا تزين حياتنا وحياتك. الجرس الذي يقرع معلنا الميلاد هو أنت عندما تدعو الناس للالتقاء وتحاول لما شملهم. أنت أيضا نور الميلاد عندما يضيء حضورك طريق الآخرين بطيبتك وصبرك وفرحك وسخائك. ملائكة الميلاد هم أيضا أنت عندما تعلن مرنما للعالم رسالة سلام وعدل ومحبة. صباح الخير، سلام، صباح الولادة الجديدة والميلاد الجديد. لأنه بهيدا الميلاد وبميلاد كل سنة، واللي أكيد نحن ما بنتوقف عنده كحدث زمني بقدر ما هو كشف لجوهر الله الآب والابن والروح القدس. وهيدا الكشف خلينا نلمس ونعرف انه الله هو الحب، وما قادر انه يعطي الا ذاته، يعني الحب. فبهالميلاد عرفنا قديش نحن محبوبين، وقديش يمكن رغم كل شيء ما بنعرفه نحن ولا حبيناه، ولكن هو عرفنا وحبنا من قبل إنشاء العالم. لذلك لما تمم الزمان أرسل الله ابنه. وهيك بمسيرة هالميلاد، بهالمسيرة يمكن لما تأمل فيها مسيرة المجوس ومسيرة الرعاة، وكل واحد ببيئة معينة وبتحديات معينة، وتحديات الميلاد ما كانت أهون من التحديات اللي عم نعيشها اليوم. ولكن هيدا اللقاء مع الحب بغير كل شيء. صحيح. هيدا الحب المتأنس بالإنسان المتأله، هيدا هو لقاء الميلاد، لقاء هيدا الحب وبهيدا الكشف لجوهر الله. سو كرمال هيك يمكن مع كل اللي عم نعيشه عيدنا ورح نعيد ورح نستقبل عام جديد. نتمنى للكل أكيد عام خير وبركة. بس أنا حابب هيك اليوم بهيك نصيحة صغيرة قبل ما نبلش هالسنة الجديدة، ويمكن هيك ما بعرف قديش اللي بياخدوا وقت ليرجعوا يفكروا، وكيف بيفكروا بهالسنة اللي قطعت، وشو بيخططوا للسنة الجديدة. وكنا عم نحكي هيك سلام انه مين قادر بعد يخطط اليوم بلبنان، او خليني اقول بكل هالمنطقة اللي عايشين على اعصابنا. على ما فينا نخطط شيء الاكيد، يعني فينا انجا ان نشوف بعد ساعة نعيش، شو رح نعمل. نعيش كل يوم بيوم. نعيش الساعة اللحظة. كرمال هيك يمكن اليوم مهم انه نقدر نميز بين شغلتين. الواقع موجود، تحديات موجودة، ما بحياتها رح تتغير من 100 سنة لليوم هي ذاتها، وبعد 100 سنة رح تبقى هي ذاتها. ما عم بحكي بس على تحديات لبنان، على تحديات الإنسان بوين مكان، بأي بقعة جغرافية، بأي مكان، بأي زمان. ولكن اللي رح يتغير هو أنا وأنت، كل شخص
كيف عم ينظر الى هالواقع، وكيف عم يقرا هيدا الواقع. هيدا الموضوع ما لنا جايين نحن لنتفلسف فيه، هلا عندنا فقره مع الفلسفه، بس نحن رح نكون عم نعرف كيف نقرا هيدا الواقع على ضوء هيدا الحب اللي اخذناه، على ضوء الرجا اللي عم نعيشه، ومآمنين انه بالاخر في وعد، مثل ما يسوع ميلاد المخلص كان وعد للبشرية ومنا آمنت ومنا ما آمنت، نحن كمان عايشين بهذا الوعد بالمجيء الثاني، بهذا اللقاء الشخصي مع سيد الحياة والموت. لذلك اليوم خطوة صغيرة هي انه نبلش نحط أهداف مكتوبة بوضوح. بيقول ستيف مارابولي: إن كان لديك هدف فاكتبه، إن لم تكتبه فلن يكون لديك هدف بل أمنية. ولنبلش بسنة جديدة نبلش نفكر شو الأهداف اللي بدي حطها لهيدي السنة، وبدي بلش أعمل عملية هيك غربلة للسنة اللي قطعت، لبلش حط أهداف للسنة الجديدة. لأنه الحلم بضل مستحيل إذا ما كان عم ينكتب أمامنا وينحط هيك قدام عيوننا، وهيدا الهدف بده خطوات عملية. ممكن يضل هدف أنا بدي أعيش حياة سعيدة، هيدا هدف يمكن يمد كل الحياة، بس تعيش هالحياة السعيدة بدي بلش فكر على صعيد العائلة شو بدي أعمل، على صعيد شغلي شو بدي أعمل، علاقاتي شو بدي أعمل، علاقتي بالله شو بدي أعمل، على صعيد الخدمة المجتمعية شو بدي أعمل، على صعيد تطوير ذاتي شو بدي أعمل. لذلك لما ببلش حط هدف بدي بلش فصل بخطوات عملية كيف بقدر أوصل لهيدا الهدف. بال 1961 الرئيس الأمريكي جون كينيدي حط رغبة وهدف أنه إرسال رجل إلى القمر قبل نهاية العقد. وهيك هيدا الهدف المكتوب لدى الرئيس كينيدي تحول عند نازا، والباقي بات تاريخا لأنه حط شو البروجي، شو هالمشروع لنقدر نوصله بتموز 1969. وقبل 5 أشهر من نهاية العقد حكي نيل أرمسترونغ وطئت قدما سطح القمر. لذلك لما بدي بلش فكر اني احط اهداف لهالسنة الجديدة بدي فكر بخمس نقاط، مش هيك حط هدف. كيف بدي حط هيدا الهدف؟ في طريقة بيقولوا لها measurable اللي هي مقياس او هالكلمات. اولا بده يكون هذا الهدف محدد وواضح بما فيه الكفاية. كل ما فصلت بالهدف كل ما صار اسهل اني طبقه. إذا حطيت هيك أن أكون سعيدا مش بس هدف. كيف بدي أكون سعيد؟ بس فصله. كيف بدي بلش فوت هيدا الهدف. تاني شغلة بده يكون قابل للقياس بحيث ستعرفون متى سيتحقق، يعني بدي حط له تايم لاين، بدي حط له فترة زمنية. أول 3 أشهر من السنة بدي أعمل هيك، تاني شهر هيك، رابع شهر هيك، خامس شهر هيك. كل ما فصلت بالوقت كل ما بقدر قيس أنا وين صرت بتحقيق هيدا الهدف. تالت شغلة بده يكون هيدا الهدف قابل للتحقيق. ما بدي احلم واعمل وغير، بدنا نقول بدنا نغير ما بعرف شو الكرة الارضية، بده يكون فعلا قابل للتحقيق، وإلا بضل حلم. حلوة الاحلام ولكن اذا ما تجسدت وكتبت وتحققت بتبقى مجرد احلام. رابع شغلة هيدا الهدف بده يكون واقعي ووثيق الصلة بظروف حياتنا، مش بده يكون من عالم آخر. يعني بدي أعرف أنا بدي أقيس هيدا الهدف مع اللي عم بعيشه أنا بكل التحديات، بكل الظروف، بكل إمكانياتي المادية. يمكن إذا بدي أقول بدي أعمل صف، بدي أروح على جولة أوروبية، يمكن ماني قادر أنا أروح على أقرب منطقة، يمكن بهيك بلبنان خلينا نقول أنا كنت أهم بنزين ماني قادر عبي. كرمال هيك بدي أقدر بهيدا الهدف كون واقعي. واخر نقطه لما بدي افكر بالهدف هو اني احط له اطار زمني بضم تاريخ واضح تماما، كرمال هيك اقدر انا ارجع يكون مثل ما عم بقدر قيس قد ايه مدى تحقق هيدا الهدف، كون كمان عم بقدر قيم انا وين صرت بمسيره تحقيق هيدا
الهدف. لذلك الحلم والأحلام ممكن أنها تتحقق بمساعدة أهداف مكتوبة وواضحة. نتذكر هالخمس نقاط، لأنه فعلا حقيقة هودي الخمس نقاط قادرين يكونوا عم بيخلونا نقرب أكتر من أنه نكون عم نحقق، عم ننجز. والإنسان اللي بيحقق إنسان فرح بحياته. أكيد فكرمال هيك مع المقدمة سلام، ولنكون أكيد بوقفتنا الأسبوعية مع هالكلمة، بعتقد هيدي يمكن آخر حلقة رح تكون من هالسنة 2021 على أمل 2022، ولكن على ضوء هالكلمة خلينا اليوم نسمع نتأمل ونصغي لهالوعد اللي جاي، هالوعد اللي منه فيه تبدأ الحياة، والحياة كانت نور والنور يشرق في الظلام. خلينا نشوف هالكلمة اليوم قد ايه رح تشرق بحياتنا. قالت مريم: بتعظم نفس الرب وبتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه اطلع فيي أنا خدمته المتواضعة. كل الأشياء اللي رح تهنيني لأنه القدير صنع إلي عظايم، اسمه قدوس ورحمته من جيل لجيل للي بخيفوه. ظهر قوة ساعده فبدد المتكبرين بقلوبهم، نزل الجبابرة عن عروشهم ورفع المتواضعين، شبع الجوعانين من خيراته وبعت الأغنياء فارغين. ساعد عبده إسرائيل وتذكر رحمته مثل ما وعد أبائنا لإبراهيم ونسله للأبد. عن جد قدرنا نعيش هذا الإحساس بروحه الواحد، إنه يعيش فرح الله بقلبه. بالفعل بيصير شيء من جوا عم بيطلع، عم بيعظم الله بفرحه، عم بيقدر يحط أهداف، عم بيقدر يحط، يكون عنده أمل، يكون عنده رجع، لأنه هيدا الفرح اللي بيجي وبينغرس جوا مش معقول بمليك، بتصفي حاسس حالك مثل كأنك عم اجريك منن على الارض. وهيدا اكيد اللي صار بالعذراء، يعني تتحكي تتقول هالمزمور: تعظم نفسي وتبتهج روحي. يعني ما بعرف شو صار فيها، يعني هيدا الفرح اللي عاشته اللي لمسته بروحها وبقلبها كان شيء بكل رواق وسلام قدرت توصله بكم كلمه عن اللي عاشته، بصمتها بقبولها لكل المراحل. العذراء ما حطت، يمكن كان هدف، عم بلا حطت هدف انه النعم اللي قالتها بالاول هي كانت الهدف تبعها والتزمت فيها. بلا، هيدا كان الهدف تبعها، الهدف تبعها انه توصل ابنها للناس، الهدف تبعها انه حتى لو على حسابها كان لازم ابنها هو يكون. هيدا العذراء حطته من وقت ما قالت نعم لهالشي، وقبلت كل الباركور اللي مرقت فيه لأنه بالأول قالت نعم وما بحثت بإرادة الله بحياتها. تعرفي يمكن لأنه كمان قبلت أنها تفوت بمشروع الله الخلاصي، واللي بيفوت بهذا المشروع عادة أي شخص بده يفوت هيك سلام بمشروع ببلش أول شيء يبحث عنه هو الضمانات. شو اللي بيحفظ لي حقي قبل كل شيء؟ إذا فشل هيدا المشروع شو بقدر عوض؟ شو بقدر أنا أكسب؟ شو بقدر حافظ عليه؟ شو اللي بيضمن لي أنه هيدا المشروع رح يتحقق؟ يمكن بفكرنا البشري دايما بدنا هيدي الضمانات، بس دايما مع مشروع الله ما في ضمانات. واللي ما بيخلينا نفوت بهيدا المشروع هو الخوف، هو الخوف أنه نخسر، الخوف أنه معركتنا تكون خسرانة. وشوفي قد ايه اليوم بمواقف كتيرة بحياتنا خوفنا هو خلينا نكون بمحلات كتير عم نفشل، خوفنا بمحلات كتير خلينا ما نقدر نغامر ونفوت ونحقق ونفرح، خوفنا ما خلينا نتعرف اكتر على الشخص، يمكن بس نفقده نعرف قد ايه قيمة كان حضوره قد ايه نحن خسرنا، خوفنا من فرص كتيرة ما نغامر ونفوت ونقول نعم فيها، بعدين شفنا يمكن وين صارت هيدي الفرص، وين صارت هيدي المبادرات.
سو هيدي السنة لازم نكون على قد هالتحدي، لأنه بالآخر المسألة هي مسألة قرار، أو نعم أو كلا. حتى إذا كنا محتارين، بيقول الكتاب المقدس بعرف بأي سفر، إذا ما كنت حار أو بارد أتقيأك من فمي، يعني ما بقبلك، يعني إما نعم وإما كلا. حتى يسوع ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. بس نحن بدنا نفوت بمنطق المساومة وتدوير الزوايا، وبهيدا المنطق البشري اللي دايما بده ضمانة. مريم فاتت بهيدا المشروع وعارفة عمين وبمين تكون الثقة. فكرمال هيك بنت 14 سنة أكيد خافت من هذه البشرة، ولكن عرفت أنه مع الرب وفي بيكتمل صح. هالمشروع وبيكتمل هالفرح. كرمال هيك ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. هيدي هي يمكن اليوم الرسالة للسنة الجديدة. أكيد. ما ننسى هيدي الرحمة، هيدي الرحمة اللي بدها ترجع الحياة للحياة، اللي بدها ترجع كل هالقيم اللي عم نعيشها واللي عم نحكي فيها، لنكون حقيقة بالآخر شهود لهالكلمة، فاعلين بهالكلمة، وهالكلمة عم تلاقي أرض تتنزل فيها وتعطي بالآخر ثمر ثمار. صحيح. ما ننسى أبدا أنه النعم اللي بنقولها هي اللي رح تخلينا طايرين عن الأرض، واللي رح تخلينا نكون دايما مستعدين لنقبل إرادة الله بحياتنا. ما تروحوا، نحنا منروح لبريك ومنرجع ضيوفنا كتار، خليكن معنا. عقبة أخرى بتواجهنا أخوتي بمسيرتنا نحو المغارة، فالطريق مظلم وضو النجوم والقمر غير كفيل بأنه يقودنا نحو المغارة. منقرأ المزمور اللي بيقول كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي. من جديد منلاحظ قوة وأهمية كلمة الله، يعني الكتاب المقدس. خلال مسيرتنا إلى الميلاد، ميلادنا بالتجدد بالروح القدس بالتغيير، كلمة الله هي الغذاء اللي رح يرافقني طوال مدة الجهاد الروحي، وهي النور اللي رح يقودني على الرغم من الظلم والعتمة. كلمة الله هي اللي رح تنير سبيلي نحو المغارة مطرح ما رح التقي بالطفل يسوع. بدون الكتاب المقدس ما بقدر كمل مسيرتنا نحو المغارة. كلمة الله بتحيي وبتروي. كم واحد منا ملاحظ انه صار جاف من الداخل، لانه كتبنا المقدسة صارت مكدسة على رفوف مكاتبنا ببيوتنا. مسيرة الميلاد بتدعيك خيي وبتدعيني لاخذ المبادرة اليوم بيوم الميلاد المجيد، وافتح الكتاب المقدس والتأمل بكلمة الله يوميا. مثل ما بجوع للأكل وبسرع بلا وعي لآكل، هيك لازم طعمي نفسي من كلمة الله. كل يوم بعتم الليل خيي نادي الله وهو بيجاوبك من خلال كلمته، ورح ينور دربك. أعطنا يا رب النور في ظلام حياتنا، وبارك مسيرتنا نحو ميلادك، وأغرق علينا بنعمك. آمين.